ومعنا هاتفيا الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق دكتور خليل الخليل. مرحبا بك دكتور خليل. إذا بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكية للسعودية بومبيو، ما تقييمك لهذه الزيارة؟ مساء الخيرات، وأحييك وأحيي المشاهدات مشاهدي في كل مكان. حياك الله. والزيارة بلا شك ناجحة، وتعتبر امتداد للزيارات السابقة للمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية. اختار المملكة العربية السعودية لتكون المحطة الأولى في المنطقة، وبلا شك بأن ما تم تداول مع وزير الخارجية السعودي، مع سمو ولي العهد، مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، كان ترتيبات في حسب متابعتي ترتيبات للمستقبل، لما سيكون وما سيتم في المنطقة، سواء إزاء إيران أو إزاء الإرهاب أو إزاء التعاون العسكري والأمني والسياسي والتقني بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة العربية السعودية. طيب بومبيو يعني أعلن تصريحا مباشرا، ما الذي نفهم منه؟ وهو أن السعودية أولوية للولايات المتحدة، أن أمن السعودية أولوية لبلاده. في أي إطار يأتي هذا التصريح؟ هذا التصريح معتاد في الحقيقة من جميع ولكن في هذا الوقت الماضية. يعني تحديدا نعم جميع الإدارات الماضية، لكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية في علاقات الولايات المتحدة الأمريكية علاقة استراتيجية، من ناحية علاقة من ناحية الاقتصادية، ومن ناحية الطاقة، ومن ناحية محاربة الإرهاب، ومن ناحية السياسة الدولية والسياسة في المنطقة، هي تعتبر أساس المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع، بصرف النظر عن من يحب المملكة أو لا يحب المملكة. المملكة العربية السعودية هي مفتاح العالم العربي، هي المفتاح للعالم الإسلامي، وهي مصدر الطاقة للغرب بشكل عام، للولايات المتحدة بشكل خاص. لذلك هذا التصريح هو يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي منذ 80 عام، ويأتي في إطار الترتيبات للسياسة في المنطقة والدولية للمستقبل. يعني هذه ليست تصريحات عادية، طيب. أعتبرها التزام فيما يخص التفاهم والتعاون السعودي الأمريكي. ولكن كما تعلم هناك تجاذب إقليمي مع إيران. في المؤتمر الصحفي الذي جمع بومبيو بوزير الخارجية السعودي، طالب عادل جبير بفرض مزيد من العقوبات على إيران. هل فرض عقوبات على إيران سيكبح جماح أطماعها التوسعية في المنطقة؟ في تقديري الشخصي كمتخصص، نعم، سيكبح جماح إيران، وسوف يحشر إيران في زاوية معينة. أنتم خلونا ننظر إلى ما حصل في محطة كوريا الشمالية. لماذا خضعت الآن كوريا الشمالية وهي تريد أن تسلم سلاح المجتمع الدولي النووي وتوقف صواريخها؟ لماذا؟ لم يكن تكريما لأحد، وإنما بسبب الضغوط عليها، بسبب الحصار الاقتصادي عليها، وبسبب الملاحقة الدولية لها، ثم الجيوش التي كانت في البحار حول وتهديدها. ولكن الموقف الأوروبي دكتور خليل، الموقف الأوروبي ربما مغاير نوعا ما، وبعض المراقبين قالوا أن الرئيس الأمريكي ترامب قد يتفق مع هذه الرغبة البريطانية الألمانية الفرنسية لوضع اتفاق تكميلي يشمل صواريخ إيران البالستية. إلى أي مدى يمكن أن ينزع هذا الاقتراح فتيل الأزمة في المنطقة؟ أنا في اعتقادي أن الموقف الأوروبي بشكل عام هو مرتبط بالموقف الأمريكي. طيب. هذا هو المعروف، خاصة في القضايا الأساسية. وأعتقد أنه التصريحات، بالعكس، في تقديري أن هناك تصريحات إيجابية. يعني الرئيس الفرنسي قال في اجتماع واشنطن بأنه نعم، إما أن يكون هناك اتفاق جديد ويكون هنالك معالجة للمخاوف التي لدى الآخرين، واتفق مع بعد ذلك كذلك المستشارة الألمانية.
قالت انه لابد من اكمال ما تبقى، وان المرحله السابقه الاتفاق النووي. وبالتالي اعتقد ان بريطانيا كذلك متفقه مع الولايات المتحده الامريكيه. لذلك بتقديري الشخصي بان القرار الامريكي مهما يكن من امر فهو الذي يقود الدول الغربيه، وعندما يكون هناك توافق سعودي امريكي هنالك سياسه جديده. وفي تقديري الان ايران تتخوف من ان يكون مصيرها مصير كوريا الشماليه. واعتقد ان الاسلوب الذي تم مع كوريا الشماليه والنموذج اسميه النموذج الكوري سوف يطبق مقدمة على ايران. سوف يكون هناك حصار اقتصادي على ايران، زياده عقوبات، وسوف تهدد إيران من داخلها. وبالتالي إيران في موقف ضعيف اليوم، غير صحيح أن موقفها قوي أبدا. والآن هي أصبحت تطلب إعادة النظر في العلاقات في المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور خليل الخليل، أكاديمي عضو مجلس الشورى السعودي السابق.